Hi, how are you today? We almost done. قربنا نخلص. So today we will take page 117, which is spelling. Now we have talked before a lot of suffixes and prefixes اللي بيجوا بالنهاية. Okay, so today we will start with ما بدنا نحكي عنه suffix، بدنا نحكي عنه ending. okay، اللي هو ال OR. هلا ال OR كل ما اضيفه على كلمة او مش اضيفه، كل ما ينتهي كلمة فيها معناته بدي اعتبرها they are usually people who do something. اسم الفاعل بنسميه بالعربي احنا، او الفاعل نحكي عنها اسم الفاعل افضل. اذا اسم الفاعل هو الشخص اللي بيقوم بإشي معين، بإشي مخصص. اوكي، ف in the textbook في ال in the reading text we took اللي هي a competitor. لما اخذنا competitor بالرياضات الخطره حكينا انه هو someone who competes in a competition، اللي هو المنافس حكينا. اوكي، and it ends with or، وانتهى عندي ب or. اوكي، هلا اي كلمه بتنتهي ب or غالبا almost we consider it as a noun، اسم فاعل. اسم هي اسم بشكل عام، ولكن نسميها اسم فاعل بالعربي. اوكي، such as spectator is someone who watches a sport or an event، اللي هو المشاهد او الشخص اللي بشوف مباراه معينه او event معين. So let's look at these pictures and what's written under these pictures. Okay, the first picture is an actor. Actor ممثل. Okay, وهي عبارة عن noun. It ends with OR. إذا انتهت ب OR نعتبرها الشخص اللي بيقوم بعمل إشي معين. بس أعلملكم على OR عشان ننتبه إنه كيف كلهم صاروا أشخاص بيعملوا إشي معين. Okay, so صار إنه هون actor. Okay, doctor. Okay, author. دكتور طبعا كلنا نعرفها إنه معناها طبيب أو دكتور، وهي noun برضو. إذا all of these words are noun. إذا كمان مرة الكلمة انتهت ب or معناها it's a noun. It's someone who do something. إذا هو شخص يقوم بعمل شيء معين. بتساعدنا هاي بكتير أشياء. Author انتهت ب or برضو، هو عبارة عن الشخص اللي بيألف. إذا someone who writes book، مؤلف. Sailor بحار. Professor. Okay. Inventor مخترع. Visitor زائر. Mayor هيك بلفظوها البريتش، والأمريكان بلفظوها mayor، عمدة. Okay. Tailor خياط. Tailor. Editor اوكي، محرر او مدقق في الجرائد او في يعني الجرائد او اي شيء له دخل ب بالتدقيق والتحرير الصحفي، ممكن الكتب كمان. اذا these words end with or، اذا these are people who do something. هذول كلهم لهم شيء معين، شغل معين. اوكي، so let's look at this exercise. هذا السؤال مهم وبدي منكم تحفظوا لي كل واحدة وإيش معناها، بس هدول English. وفي كمان أكمل كلمة بحكي لكم إياهم بعدين. Okay, complete the sentences. First one. A person who looks after people's health is a doctor. شو يعني looks هون after؟ looks after يعني مش بتطلع بعدي أو قبلي، عم يعتني. Okay, so it's a doctor. Someone who writes book is an author، مؤلف، بكتب كتب. A person who leads the people in a town or a city is a شخص اللي بيقوم بقيادة بلدة معينة، اللي هو أو مدينة بنسميه المحافظ، العمدة، mayor. Someone who teaches at the university is a professor، أستاذ بيكون بالجامعة بنسميه professor. طبعا هي درجة كمان تيجي بعد الدكتوراه والبكالوريوس. أوكي. A person who makes clothes is a tailor، اللي بيخيط الأواعي
تايلر. اوكي سو ذيز ار ذا ووردز. كيف بيجي السؤال على هذا الحكي؟ بيجيك السؤال زي هيك واعطيني الكلمه المناسبه. اوكي سو بجيك كلمه وبدك تحكي لي مين الشخص اللي بيكون في هذا الاشي. يعني ما راح اجيب لك سؤال كتير سهل صراحة زي الكتاب اللي مش ملون. اوريكم اي صفحة. I think انه اوكي بيج 106 in the workbook. ما راح اجيب لك زي هيك عشان احنا ما بنحب السهل صح؟ بدنا اشي صعب. فبجيب لك الكلمة. طبعا هذا هيك سؤال لعبة راح ابعت لكم الحل على الجروب، بس ما راح اجيب لكم اشي زي هيك صراحة لانه كتير سهل. او ممكن اجيب زي هيك صحح الخطأ، انه اجيب لك مثلا كلمة author احط er شو الصح، هيك ممكن اجيب. او زي هذا السؤال اللي هون كل معنى انت بدك تكتب لي الصح. اوكي so thanks for watching and we almost يعني done بمادة الفاينل. مش ضايل اشي الا درس واحد صراحة، ما رح ناخذ الوحدة الأخيرة. إذا ضايل وحدة واحدة وإن شاء سوري سؤال واحد سوري درس واحد وإن شاء الله هيك يعني it's the end of the semester.